بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وصلت اليوم السبت 25/9/2021 السيارة 15 لمحافظة الإسكندرية محملة بعدد 2 طن لحوم صكوك أضاحي، عدد ما وصل المحافظة إلى الآن 54 طن. اليوم السبت الموافق 25/9/2021 تسلمت مديرية أوقاف الفيوم سيارة لحوم صكوك الأضاحي محملة ب 2 طن لحوم، وبالتالي يكون الجملة التي تسلمتها مديرية أوقاف الفيوم 50 طن لحوم، وهي الدفعة 14. اليوم السبت 25/9 وصلت سيارة لحوم الأضاحي إلى محافظة بني سويف محملة 2 طن من اللحوم، يصبح البالغ وصل إلى محافظة بني سويف 48 طن حتى الآن. وصلت إلى مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر سنة 2021 ميلادية، وصلت حمولة 4 طن وهي الدفعة 8، ليصبح إجمال ما وصل إلى مديرية أوقاف أسوان 32 طن. تستقبل مديرية أوقاف الأقصر اليوم الدفعة 8 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، وبهذا تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت 8 دفعات بما يقرب من 32 طن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.